قصة مهمة في كرة القدم، حيث أدت إصاباته المستمرة إلى التوجه للمجال الطبي حتى يتغلب أو يساعد الذين مروا بنفس حالته. لاعب مونديال 74 جوزيف كيبلمان، جراح عظام ومفاصل، الآن في بريدة في السعودية ويتابع المباريات. في تلك الفترة كنا نملك أفضل كتيبة كروية في ألمانيا، وأظن أنها كانت الأفضل في أوروبا. لقد فاز بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا باللقب 3 مرات متتالية. في ذلك الوقت كان لدينا فرانس بيكنباور، غارت ميلر، ماير والكثيرون الذين ساهموا في الفوز بالبطولات. باعتقادي أننا كنا الأفضل في ألمانيا وحتى في أوروبا كلها. في فترة السبعينات معظم اللاعبين كانوا ألمان. حتى الآن تطغى الجنسية الألمانية على معظم لاعبي الفريق البافاري، وأظن أن هذا جيد من أجل التوافق بين أعضاء الفريق، فليس هناك حاجة لاستخدام لغة أخرى. وأعتقد ومن وجهة نظري أن وجود لغات وثقافات مختلفة في الفريق الواحد قد يحدث عوائق أنت بغنى عنها. لذا أظن أن قلب الفريق ما زال موجودا داخل بايرن ميونخ. على سبيل المثال لديك شفاينشتايجر قائد الفريق، وحتى ريبري هو فرنسي الجنسية لكنه يتحدث الألمانية بطلاقة. لام مولود في ميونخ، الجميع من منطقة واحدة. من وجهة نظري هذا هو سبب تكاتف وتجانس الفريق. لعبت كثيرا في البرازيل. أعتقد أن ما يميز لاعبي السامبا أنهم يلعبون على أرضهم، لديهم فريق جيد. إذا لعبت داخل ملاعبهم كساو باولو مثلا، مباشرة ستشعر بالضغط الجماهيري، وهو يعطي تأثيرا جيدا على اللاعبين في بطولة كأس العالم المقبلة. أعتقد أن ألمانيا ستشارك في البطولة بمستوى جيد، ولكن أن تحرز اللقب أشك، وأظن أن لقب هذه النسخة سيكون من نصيب البرازيل. في السعودية أجد الأهلي والهلال فريقان متنافسان. أظن أن الكرة هنا تملك قاعدة جماهيرية كبيرة ولديها مستقبل كبير. في سيارة الإسعاف توجه لي أسئلة كثيرة من قبل الشباب حول الكرة السعودية واللاعبين المحليين، خاصة عندما يعلمون أنني لعبت مع بايرن ميونخ. الكرة هنا معشوقة ولم أكن متخيلا ذلك، وأعتقد أن المستوى الفني داخل المستطيل الأخضر في ارتفاع. هل تذكر مستوى المنتخب السعودي أيام خسارتي أمام ألمانيا بالثمانية؟ اعتبرت هزيمة ثقيلة، والناس يأتون لي ويقولون أن المنتخب السعودي سيكرر الهزيمة إذا تواجه مع نظيره الألماني. لا أعتقد ذلك، خاصة إذا تابعت كيف يحاربون داخل الملعب. حتى أنك ترى العديد من المدربين الألمان الذين يحزمون حقائبهم ويأتون لغرس مدارسهم التدريبية في البلاد كالتزام في التدريب وتنفيذ التعليمات، وهذا بحد ذاته تطور كبير. أظن أن الكرة السعودية تسير في الطريق الصحيح. قدمت إلى السعودية ولدي تصورات واعتقادات مسبقة. أعيش فيها الآن منذ 2 عامين. المجتمع هنا مختلف عن نظيره الألماني. عندما كنت ألعب في صفوف ألمانيا وبايرن ميونخ، لا أعتقد أن الفريق البافاري وقتها كان لديه الاهتمام بالقدوم إلى هنا واللعب مع أحد الأندية السعودية. كنا وقتها نسافر إلى اليابان وأمريكا الجنوبية للعب مباريات ودية. لو توفرت لدي إمكانية الانضمام إلى أحد الأندية المحلية، لا أظن أنني سأرغب باقتحام أبوابها. أنا جراح محترف، أعمل في القصيم 6 أيام في الأسبوع. نظرت حياتي للطب. وهذه وقفة مع الرياضة في دقيقتين. وقعت إدارة نادي الهلال مساء الأربعاء مخالصة نهائية مع مدافع الفريق مجد المرشدي. أشار موقع جول أون لاين السعودي أن المخالصة جاءت بناء على طلب اللاعب. ضم نادي الاتفاق شرق السعودية هدف إلى صفوفه المهاجم البرازيلي موريليو ألميدا من تيمور الشرقية، وأشار بيان النادي أن عقد اللاعب يمتد إلى 2 عامين. يجري لاعب أهلي جدة السعودي ياسر الفهمي صباح اليوم الخميس عملية جراحية في الرباط الصليبي بحسب بيان النادي.
المنتخب الأردني إلى نصف نهائي بطولة غرب آسيا بعد فوزه على الكويت بهدفين لهدف. انضمت البحرين إلى ركب المتأهلين بعدما حجزت الكويت مقعدا لها كأفضل فريق حاصل على المركز الثاني. أعلن الرجاء البيضاوي انفصاله وبالاعتراض عن لاعبين ثلاثة ضمن فترة الانتقالات الشتوية وبانتظار المهاجم المصري عمرو الزكي. ألقاكم.